يا فندم احنا الاسعاف هتيجي ازاي يا فندم؟ احنا بيتنا محطة غيرين، لو احنا في المحطة هنطلع وناخده. محدش في اطفال يا فندم راحة رايحة. جميل، في اطفال راحة رايحة، انا ما اعرفش اتصرف ازاي. اطفال مش طرفي انا، ده طرف ناس تانيين. معلش. فين واصل اه؟ بنتكلم ازاي في الشرطه؟ هو سلامه في المظلات بتاعتينا شويه شكلها بس يعني لو صرحت اي حاجه قول لنا عشان احنا الكل متوقف عليك كده. يا عم الناس ماتت في المظلات يا عم، في المترو يا عم، يا عم المترو عطلان، ايه البلاغ قدامكم بتعملوا؟ عملتوا ايه؟ سالت اتصلت بالوزير ولا بمدير المحطه ولا باي زفت من اللي قاعدين في الكراسي؟ الناس تموت والكارثه تحصل وبعدين تجروا وتتكفوا؟ استنى حاجه، خليك ورا عشان معاك الشبكه.